التطور ليس علما. بنكمل مع بعض في سلسلة التطور ليس علم في دقائق قليلة، بنكمل لسه في القسم الخامس وهو الجيولوجيا، هل تشهد على الخلق والطوفان أم التطور وقدم العمر؟ وبنكمل دلوقتي لسه في النقطة الأولانية ومشاكل الطبقات، وهل الترسيب حصل ببطء شديد يشهد على التطور أم بسرعة تشهد على الطوفان والكارثة المائية؟ فهنتكلم دلوقتي مع بعض كمالة أدلة من الحفريات على الترسيب السريع. بنلاقي أشكال للحفريات تؤكد إن هي اندفنت بسرعة شديدة مش ببطء شديد، حتى ما لقيتش فرصة إن هي تتحرك. لقيوا على سبيل المثال حفريات لبعض الديناصورات شكل غريب جدا، هو الديناصورات متحجرة في وضع وهي بتبيض. ده مش معناها ان ترسب عليه ببطء شديد بمعدل 2 من 10 ملي في السنة، ما يغطيهوش ده، ولا نهر فاض ولا بحيرة فاضت ولا غيره. ديناصور بالمنظر ده اتحجر اثناء ما هو بيبيض، ده معناه انه مية عملاقة جت مرة واحدة غطيته بطبقة رسوبية بالسرعة فجأة وهو لسه حي وفي وضع البيض، ورسبت عليه الطبقة دي اللي غطته بسرعة وضغطته وحجرته بهذا المنظر. ده ما ينفعش يتفسر بالترسيب البطيء ولا بقدم العمر التدريجي. ده مش بس ينطبق على كائنات برية، ده ينطبق أيضا على كائنات بحرية اتدفنت وبسرعة وهي بتولد، زي المنظر اللي قدام حضراتكم وتقدروا تشوفوه. على سبيل المثال لو ركزتوا معايا هنا في الصورة، ده الجنين، فالكائن ده وهو لسه بيولد يتحجر هو والجنين اللي لسه حديث الولادة مع بعض. أدلة أخرى، اكتشاف هيكل لديناصور تي ريكس اللي قدام حضراتكم، وزي ما اتنشر في مجلة نيويورك بوست، يؤكد الترسيب السريع لأن حجم الديناصور ده كبير، يعني دفنه بسرعة عشان يبقى بهذا المنظر السليم. وجد حفرية مش بس لديناصور تي ريكس، لديناصور من أنواع العملاقة من السيرابود وصل ارتفاعه ل 30 قدم، وجد متحجر وهو واقف في وضع غرق. ازاي بالحجم زي ده يوصل 30 قدم ويتحجر بسرعة شديدة، يغرق ويترسب عليه طبقة بسرعة شديدة ويتحجر إلا لو كانت كارثة مائية عملاقة؟ ده ما ينفعش يفسره لا ترسيب بطيء بمعدل 2 من 10 ملي في السنة، ولا نهر يفيض ما يغطيهوش وما يشيلش طبقة رسوبية تكفيه، ولا بحيرة تفيض ولا تسونامي ولا غيره، ولا سيل ولا غيره. ده لازم مية عملاقة أو ارتفاعها عشرات ومئات الأمتار، عشرات حتى ما تكفيش، لازم تكون مئات الأمتار. ارتفاعه 30 قدم لازم تكون حاملة طبقة رسوبية توصل ل 100 قدم عشان تترسب وتضغط فتغطيه أكتر من 30 قدم، وكمان المية اللي فوقيها تكون عملاقة مئات الأمتار عشان تضغطها وبسرعة علشان قبل ما يتحلل. مش بس، وده بنلاقيها كتير قوي. على سبيل المثال مجلة لايف ساينس نشرت في يونيو 2010 عن اكتشاف مقبرة ضخمة لديناصورات من الكبيرة الحجم دفنوا مع بعض، تؤكد ان هو وتشرح المجلة ان دي فاجأتهم مية كتيرة قوي شايلة طبقات رسوبية، يعني طوفان عملاق. بس عشان يدفنوا دول كلهم بهذا الارتفاع، المية دي مش مية قليلة، لا نهر ولا بحيرة ولا سيل ولا غيره، ده طوفان عملاق عشان يقدر يدفنها في طبقة رسوبية أكتر من 15 قدم. فهي مضغوطة 15 قدم قبل ما تضغط، يعني مية اللي شايلاها كانت أكتر من 15 قدم بكتير، فوق المئات الأقدام عشان ترسبها وتضغطها. أيضا نشر من شهرين فاتوا عن ديناصور مكتشف لم يكتمل استخراجه حتى الآن، وزنه 65 طن، طوله 85 قدم يعني 30 متر، ارتفاعه أكتر من 3 طوابق، متحجر في وضع شبه مكتمل. معلش، إزاي كائن مثل ده يغرق في شبر مية؟ إزاي كائن زي ده يتحجر بهذا المنظر؟ ما هو النهر أو البحيرة أو السونامي أو السيل اللي غرق كائن زي ده ويتحجر
يدفنوا بسرعة في طبقة من الطمي الرسوبي أعلى منه بكتير عشان تضغطوا وتحجروا قبل ما يتحلل. كل ده يأكد حاجة واحدة، ترسيب الطبقات الرسوبية تم بسرعة بكارثة مائية. هذه الكارثة غطت الكائنات على قارات الأرض ومالت الطبقات الرسوبية بالحفريات لأنها كانت قوية جدا عالية جدا، غطت الجبال، غرقت الكائنات ودفنتها بطبقة رسوبية وضغطتها لارتفاع المية العملاق وحجرتها. الكارثة دي هي الطوفان. الترسيب البطيء ما ينفعش يفسر هذه كل الحفريات اللي احنا بنشوفها على وجه الكرة الأرضية. أنا اتكلمت باختصار شديد، لكن طبعا اللي عايز يرجع لتفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء، أنا قدمت أمثلة بسيطة جدا هنا، لكن يوجد أمثلة ضخمة تقدروا ترجعوا لها في اللينكات اللي قدام حضراتكم.